اهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد من داخل جمرك بورسعيد وسيارات ذوي الهمم. والسيارات اللي معانا النهاردة السيارات الفئة السعرية المنخفضة وبداية الفئة السعرية المتوسطة. العربيات اللي طلع قدام حضراتكم عربيات كيا سيراتو 2010 والمعروف باسم كيا 40، طبعا معانا لون ابيض، دي 2010 او 2011، طبعا فتحة سقف العربية كاملة. طبعا ديت بتلعب النهاردة في رينج من 290 لغاية 350 حسب الكماليات بتاعتها، جنوط ولا عادية، بويت شركة ولا رشة، فيها فتحة ولا لا. اللون الاسود طبعا بيكون اغلى شويتين من اللون الابيض. وكمان معانا الالنترا الاتش دي 2007 اللي هي الالنترا الجمل، بتعمل من بداية ال 240-245 لغاية ال 300 ألف. وطبعا معانا الشيفرولي كروز بتعمل برضو في رينج ال 280 ألف جنيه حسب برضو الكماليات لغاية ال 350. ومعانا الالنترا الاكس دي وش الاسد، وطبعا الالنترا الاكس دي ستارت فروم بتبدأ من حوالي 165-170 لغاية ال 200 ألف جنيه حسب هي عادية ولا جولد. الموديل بتاعها 2004 2005 2006 2002 حسب الموديل بتاعها. طبعا اللون كمان بيختلف في السعر بس بيبقى حاجات بسيطة. طبعا معانا الانترا اكس دي جديدة، فوانيسها لسه جديدة. طبعا هنا العربيات لسه ما اتغسلتش، يدوب نازلة من الحاوية على المخزن على طول. وفي معانا الانترا الام دي، دي بتلعب كده في متوسط الفئة السعرية المنخفضة وبداية المتوسطة. طبعا احنا لو هنتكلم بقى على الفئة السعرية المتوسطة في الكيات السبورتاج والكي 3 والكي 4 والحاجات دي كلها. طبعا الانترا اكس دي برضو وش الاسد 180 ألف، 190 حسب الحالة، فيها جنوط ولا لا، فابريكا ولا رشة، حالة المكنة ايه، الموديل ايه، الكماليات ايه اللي فيها. طبعا كل ده عربيات لسه بتتغسل. طبعا اوري لكم العربية من جوه، اوتوماتيك ارباج، الفرش استوفة، طبعا الازاز كهرباء، التكييف التاتش الاوروبي. هنا دي ما فيهاش فتحة سقف، لسه برملها ما اتغسلتش، نازلة من الحاوية على المخزن. وعلشان تشوف موديلات كتير في السيارات فوق في الاي وتحت في الديسكريبشن فيديوهات كتير عن سيارات ذوي الهمم او المعاقين.